وعليكم السلام ورحمة وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. استغفرك الله في الدارين يا شيخ. وإياك. بارك فيك. شيخنا. ها سل. بينك إذا تكلمت مع فلان أو فلان. ها؟ امرأة قالت لزوجها: حد الله بيني وبينك إذا تحدثت مع فلان أو فلان. أيه. هل علينا كفارة؟ هنا اتجاهان للعلماء. الاتجاه الأول أن عليها كفارة لأنها بإمكانها أن تطلب خلعا، أن تطلب خلعا وتمضي يمينها، فإذا أرادت التراجع عن هذا تكفر كفارة يمين. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني: حد الله ما بيني وبينك، أنه ليس لها أن تقول ذلك، لأن الطلاق بيد الرجل، الطلاق بيد الرجل. أختار لها من أقوال العلماء أنها تكفر كفارة يمين. جزاكم الله كل خير. وياكم وياكم.